المينية الرخام ديت عبارة عن مثلا حاجات بتيجي كتل بتيجي من الجبل بعد ما تتضرب بالديناميت وتقوم جاية للمصانع بيقطعوها بقى على المنشار، بيدونا مقاسات عشان نقطعه ونلمعه كده هو يعني على حسب بقى. ممكن نقد بالصاروخ الأول كان فيه بالمطرة والأزميل، بعد كده تنزل لنا الورش بقى بنقطعها. بعد كده بتقوم داخلة على مكنة الجلة بتتنعم وتتلمع وتظبط الدنيا كده اهوت على حسب المقاسات او الـ يعني مثلا الدرج، شرابيه، حوائط، مستشفيات، اي حاجه. بيجي لنا طاولات، انا على حسب الطاوله بنشوف بقى المقاسات بتاعتنا وبنقدها، بنقد برده وبنخش نلمع برده على مكنه الجله. بعد كده مثلا نقوم جايبين على مكنه القطعيه ونقوم مقطعين طالعين مقاسات. في كذا مرحله بعد كده يعني، اللي هو التركيب والتشطيب، التشطيب والتركيب كده هو. في بيتعمل منه درج سلالم، مطابخ، حمامات، واجهات، يعني على حسب.